هو انت فاكر ان الاهلي النهارده كان هيتعادل ولا يخسر من فيوتشر؟ انسى. السلام عليكم واهلا بيكم في قناه فتحي حسن من كل اخبار نادي الزمالك. النهارده زي ما اتعودنا عندنا حاجات مهمه جدا وعندي حبه انفرادات كده مهمه جدا، فعلشان كده النهارده هنتكلم عن اخبار الزمالك، هنتكلم عن تحليل لماتش الزمالك والمقاولين اللي النهارده نادي الزمالك قدر يكسب 1-0 ويقدر ان هو يخطف 3 نقط مهمين جدا من نادي المقاولين العرب، وبرضه هنتكلم عن صدمه مهمه جدا وصدمه كبيره جدا من فيريرا لطارق حامد، وبرضه هنتكلم عن امير مرتضى منصور اللي اتسال عن بقى حوار كهربا والجرامه هتتساوى ولا لا، وكل الكلام ده هنتكلم عنه النهارده. برضه هنتكلم برضه عن نتيجه التحقيق بتاع ابو جبل وطارق حامد، وبرضه هنتكلم عن يعني حاجات كده سريعه كده في ماتش الاهلي النهارده وحاجات اكتر من كده كمان، ولكن انت اهم حاجه كمل الفيديو للاخر عشان عندنا حلقه ناريه هنتكلم فيها عن انفرادات كتيره جدا النهارده. وما تنساش تنزل حالا تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه عشان عايزين نوصل 500 مشترك في اسرع وقت، وما تنساش تعمل شير للفيديو عشان عايزين نوصل ليه، عشان عايزين الفيديو ده يوصل لكل جمهور نادي الزمالك. اسيبكم الفاصل السريع وارجع لكم مره ثانيه. ألف مليون مبروك لكل جمهور نادي الزمالك بعد الفوز النهارده 1-0. 1-0 هتكون نتيجه مش كبيره قوي، ولكن الحمد لله لعيبه الزمالك النهارده قدرت انها تسترجل، ورغم وقف ورغم اللي كان فيه وقف كبير جدا في الفتره اللي فاتت دي وفتره التوقف، ولكن لعيبه الزمالك قدرت النهارده ان هي تكسب الماتش 1-0. هنتكلم كده بشكل سريع عن الماتش. اول حاجه نادي الزمالك كان ماشي بشكل اداء متوسط جدا، برده نادي المقاولين كان ضاغط في اول حوالي 5 دقائق، كان نادي الزمالك برده كان ماشي بشكل متوسط لغايه ما الدقيقه جت 37 قدر سيف فاروق جعفر ناشئ نادي الزمالك ان هو يجيب هدف عن طريق ان زيزو رفعها من ضربه ركنيه راح على طول واحد تاني راح بوم جورة على طول بجورة بدماغه على طول، وقدر ان هو يجيب الهدف الاول لنادي الزمالك. شفنا برضو في الدقيقة 44 نادي المقاولين العرب جات له ضربة جزاء من برضو سيف فاروق جعفر، سيف فاروق جعفر اللي برضو عمل تاكلين كده في منطقة 18 لنادي الزمالك، وقدر في التاكلين ده ان هو يجيب ضربة جزاء على نادي الزمالك وانه برضو يجيب انذار لنفسه. ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني بفضل ربنا ثم عواد نادي الزمالك النهارده قدر ان هو يخرج من الماتش، او عواد يخرج النهارده من الماتش بكلين شيت، قدر النهارده ما يدخلش فيه اي هدف. عواد النهارده قدر ان هو ينقذ جونه وينقذ مرماه بان هو يتصدى لضربه جزاء مهمه جدا كانت ممكن تغير الماتش نهائي. يعني النهارده عواد لو ما كانش صدها كنا يعني كنا هنكون في مرحله توتر، والزمالك عايز 3 نقط واللعيبه مش شغاله بشكل مستوى عالي قوي بسبب فتره التوقف اللي فاتت دي، وعشان كده عواد النهارده الحمد لله قدر ان هو يصد النهارده ضربه جزاء في الدقيقه 44 عشان تخلي نادي الزمالك يفضل محافظ على الفوز ويفضل محافظ على الجون الاول بتاعه. في حاجه مهمه جدا حابب اقولها، الزمالك النهارده رغم ان هو كان كسبان 1-0 وان كان بيضيع هجمات كتيره جدا، شفنا بن شرقي ضيع هجمات كتيره جدا، والله العظيم بن شرقي ضيع فرص كتير جدا، كان زمالك الزمالك دلوقتي لو بن شرقي استغل كل فرصه كان جات له كان ممكن زمالك دلوقتي كان 4-5، الزمالك كان زمانه 4 جاب 4 و5 اجوان غير الجون الاول، فبن شرقي ضيع كور كتيره جدا حتى هو ذات نفسه كان مستغرب. برده في حاجه ثانيه عايز اقولها، النهارده في لعبه كتيره ما جاتش بامانه، يعني مش عايزين نطبل عشان كسبنا ولا الكلام ده، اي نعم هو مش مكسب عالي قوي ولكن في لعيبه كتيره جدا ما جاتش. مين هم اللي كان، مين اللعيبه اللي ما كانش النهارده ما كانش ليها مستوى او اداء؟ عندك واحد زي شيكابالا، النهارده شيكابالا ما كانش من افضل اللعيبه في الماتش النهارده، شيكابالا ما كانش من افضل اللعيبه نهائيا في الماتش النهارده. كان برده عندك مين تاني، عندك برده سيف الدين الجزيري واحمد سيد زيزو، دول ما كانوش من افضل اللعيبه صراحه من وجهه نظري في الماتش النهارده، وان هم كانوا محتاجين برضو ان هم ياخدوا فتره اكتر من كده عشان يرجعوا تاني وتاقلموا في ان هم يجيبوا اهداف للزمالك وانه يساعدوا نادي الزمالك بشكل كبير جدا. ولكن برضو عواد النهارده حابب اقول حاجتين ليه اخر في اخر حاجه بقى نتكلم فيها عن عواد. النهارده عواد تالق
وقدر ان هو ينقذ نادي الزمالك من التعادل، ممكن كمان كانت توصل للخساره. يعني المقاولين برضو ضيعوا اهداف كتيره جدا، وبرضو عواد النهارده بياخد جايزه افضل حارس او افضل حارس مرمى او كان فارس المباراه، فارس المباراه بمعنى اصح. النهارده صراحه عواد يعني ما تجيش تقول لي بقى ابو جبل، ما تجيش تقول لي عايزين نجدد لابو جبل. ابو جبل اللي كان فكسلوا من نادي النصر السعودي وكبروا ودماغه منهم، وابو جبل اللي عمال بيهري كل شويه يروح لامير، كل شويه عايز ناس تتوسط له لامير مرتضى منصور او لهشام مرتضى منصور، وعايز ناس تتوسط له لفريرا وكل الحوارات دي. يا عمي واحد دماغه صافيه، واحد دماغه مريح دماغه خالص وبيتكلم بادائه في الملعب هو عواد. برضو النهارده فيريرا مبسوط جدا باداء عواد، وبياكد ان لولا ضربه الجزاء اللي عواد صدها دي لكان زمان الماتش راح في سير تاني خالص. واكد برضو ان الاداء النهارده ما كانش افضل حاجه، ولكن كانت كل مشكلتنا فتره التوقف الكبيره دي. تعال نشوف كده تصريح جدا سريع جدا لسيف الدين الجزيري. النهارده سيف الدين الجزيري اكد ان هو فعلا الجلسه اللي عملها مع اداره الزمالك دي فرقت معاه في ارتفاع مستواه في الفتره الاخيره. برضو قال ان كان في فتره توقف وكده، فاللعيبه ما كانتش كلها بافضل مستوى. تعالوا بقى نخش سريع كده تحليل في اقل من دقيقه عن ماتش الاهلي. شفنا النهارده الاهلي، انت لو فاكر ان الاهلي النهارده هيخسر من فيوتشر او هيتعادل معاه تبقى حرام، تبقى حرام عليك التفكير ده بجد والله. لان النهارده الاهلي بيكسب 4-0، بيكسب 4-0 فيوتشر اللي اصلا في اول ربع ساعه الاهلي ده اتصاب منه 2 وخرج ومش عارف ايه. زي ما انا قلت لكم والله العظيم انا كنت حاسس، وفي كلام من فيوتشر من جوه فيوتشر نادي فيوتشر ذات نفسه، ان فعلا هي يعني الماتش ده هيتفوت شويه من فيوتشر، هيتفوت شويه من نادي فيوتشر. وده اللي شفناه النهارده، شفنا فيوتشر النهارده مفيش، ما جاتش، مش دي فيوتشر اللي كسبت من كسبت الماتش اللي فات غزل المحله 5-1. انت كسبان غزل المحله 5-1 في كاس الرابطة عشان دي بطوله هتهمك، اما الثلاث نقط انك تكسب الاهلي علشان تعطله وان ياخد الزمالك الدوري لا انسى انسى. الاهلي النهارده بعد الفوز بتاعه النهارده بيوصل للنقطه 48، الزمالك النهارده بعد ما كسبه برده بيوصل للنقطه 54، ففي فرق عدد حوالي 6 نقط، ولسه الاهلي عنده ماتشات مؤجله، ماتش حوالي ولا ماتشين مؤجلين غير الماتشات برده اللي عنده. ولكن برده فيريرا بيقول ان لسه في 10 ماتشات جايين غير الماتش بتاع كاس مصر، فلازم اللعيبه تركز ان هو هيستعد في الايام الجايه دي بشكل كبير جدا وشكل كويس جدا للماتش بتاع نادي غزل المحله اللي هيكون يوم 16 الجاي. وبرده الاهلي عنده ماتش يوم الاهلي برده عنده ماتش قدام نادي بيراميدز، برده هيكون ماتش مهم جدا. يعني اتوقع ان ممكن نشوف الاهلي يخسر كام نقطه، ممكن نشوف الاهلي يخسر 3 نقط ونادي بيراميدز يكسب، ممكن برضو نشوف الاهلي انه بيخسر نقطتين. يعني الاهلي ممكن يتعادل وممكن يكسب، أو ممكن يتعادل او ممكن يخسر ان شاء الله. انا شايف ان بيراميدز هتكون غير فيوتشر خالص، بيراميدز غير فيوتشر خالص، بيراميدز مش هتفوت، بيراميدز مش هتفوت، بيراميدز بتنافس على المركز التالت والتاني، فانسى ان بيراميدز تفوت خالص. بيراميدز يعني فاهم هتخش هتدبح في الاهلي من الاخر، هتجيب من الاخر مع الاهلي. بيراميدز ان شاء الله تكسب الاهلي. تعالى بقى نخش في كلام مهم جدا كده لفيريرا. فيريرا بيقول او طلع واكد على طارق حامد في تصريحاته، طلع وقال ان طارق حامد مش هيلعب مع الزمالك في الايام الجايه دي، ولا برضه مش هيلعب في ماتش غزل المحله، لان طارق حامد كان بيدعي الاصابه او كان بيقول ان هو مصاب وقعد فتره كبيره جدا بعيد عن التدريبات وبعيد عن انه بيشارك بشكل اساسي وكل الكلام ده. ففريرا بيقول ان طارق حامد مش هيلعب في ماتش غزل المحله الجاي، وممكن ان هو ما يلعبش في الماتشات الجايه دي، او ممكن الموسم ده طارق حامد ممكن ما يلعبش فيه غير ماتش بالكتير قوي او ماتشين. فده بالنسبه لطارق حامد، وفريرا بيديله ضربه كده يعني بيصدمه من الاخر. طارق حامد اللي مفكر ان هو هيعمل حوار على الزمالك ويرجع تاني وكل الكلام ده لا انسى خالص انسى خالص. طارق حامد فيريرا طلع واكد ان مش هيلعب في ماتش غزل المحله، عشان حتى هو طارق حامد عموما ابتدى يرجع مره تانيه التدريبات الجماعيه، طارق حامد رجع مره تانيه التدريبات الجماعيه، فانسوا تماما انسوا خالص انه احنا نشوفه برده في ماتش غزل المحله. تعالوا نشوف برضو يعني بص تصريحين والله العظيم هتدعي لي عليهم، تصريحين يعني قول زي ما تقول ايه انفراد.
امير مرتضى منصور، تعال نبتدي اول تصريح بتاع امير مرتضى منصور وكهربا. امير مرتضى منصور اتكلم النهارده في تصريح بعد الماتش بعد فوز الزمالك، واكد ان نادي الزمالك مش هيساوي الغرامه بتاعه كهربا، وان كهربا هيدفع الغرامه عادي جدا، والغرامه كل ما كهربا بيتاخر كل ما الغرامه بتزيد، وان نادي الزمالك مش بيسيب حقه، وان نادي الزمالك بياخد حقه اول باول، وان كهربا تعاقب 6 اشهر وده اللي المفروض كان يستحقه. ومفيش بقى حوار ايه برضه، امير اكد ان مفيش بقى فكره او حوار ان الاداره اتفقت مع كهربا او مع وكيل كهربا ان احنا هنقسط الغرامه او هنلغي الغرامه ومش عارف ايه. لا، الزمالك واداره الزمالك متمسكه جدا بان كهربا يدفع الغرامه. يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني كهربا تقريبا، مش تقريبا، دي حاجه اكيده، حاجه اكيده، كهربا اكتر لاعب على في تاريخ الزمالك كله، افضل لاعب، اكتر لاعب في تاريخ الزمالك كله دخل فلوس الزمالك. كهربا لغايه دلوقتي مدخل حوالي 120 مليون جنيه من الزمالك، 120 مليون جنيه للزمالك. فشكرا جدا يا كهربا، شكرا للخطيب، اللي ما يحبش الخطيب واللي ما يعشقش الخطيب من كل قلبه يبقى الزمالكاوي صراحه. تعال بقى نخش في حوار ابو جبل وطارق حامد مره تانية، نرجع تاني برضو للاسطوانه بتاعت طارق حامد وابو جبل. امير مرتضى منصور اكد ان طارق حامد المفروض انها في تحقيق معاه بكره، ان هو ايه، اللي هو يوم 14، عشان بس الفيديو ده ينزل بالتاكيد بعد الساعه 12 اول ما يتمنتج ويتحمل، هيكون يوم 14 تمام، هيكون في تحقيق مع طارق حامد بسبب حوار الاصابه، وانه المفروض كان واخد اذن اسبوع او يا عم قول 10 ايام، غاب 50 يوم. بالنسبه بقى ابو جبل قال ان نادي الزمالك حقق مع ابو جبل، ونتيجه التحقيق ده راحت للجهاز الفني بتاع نادي الزمالك، ولسه هما ليهم القرار الاول والاخير. اما بالنسبه لطارق حامد لسه التحقيق معاه لسه هيحصل. كده نبقى انتهينا من اخبارنا النهارده. اخر حاجه، ادعم فرقتك، ادعم نادي الزمالك، عندنا ماتش يوم 16 قدام غزل المحله، ماتش ان شاء الله نجيب الخمس، نجيب الثلاث نقط. حابب اشكر جدا اشرف رؤى العالمي النهارده اتصاب اصابه قويه جدا، ولكن الحمد لله يعني فضل مكمل المباراه لغايه ما قطع نفسه، لغايه ما جاب اخره من الاخر يعني. ولكن الحمد لله اشرف رؤى النهارده بيثبت نفسه وبيثبت وجوده لجمهور الزمالك، وان شاء الله نشوفه بشكل اساسي في الماتش الجاي. يعني خلاص يا طارق يا باشا، خلاص يا باشا، يا طارق يا طارق يا باشا، مشيت، عايز تروح النصر، عايز تروح الاتفاق، عايز تولع في نفسك، خلاص احنا كوننا نفسنا، غير بقى اللعيبه الخط وسط اللي هتيجي، عندنا امام عاشور وعندنا اشرف رؤى وعندنا اسلام جابر، لعيبه تقوم بثلاث اربع مرات كمان، ولسه دونجا اللي الزمالك بيتفاوض معاه. فان شاء الله نادي الزمالك عنده كميه صفقات كتيره جدا مش هنتكلم عنها النهارده. كده انا وصلت لغايه نهايه اخباري، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي، اخبار مهمه جدا لنادي الزمالك. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من جمهور نادي الزمالك. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، اخبار سعيده تخص نادي الزمالك باذن الله. شكرا. We are.